أنت تسأل من الله، تقول: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. لكي لا نظل في هذه الحياة ولا نضيع طريق الجنة ولا نشذ عن الصراط المستقيم الذي نطلب من الله أن يهدينا إليه في كل صلاة، لا بد أن نعرف عليا ولا بد أن نتمسك به. فإذا تمسكنا به تمسكنا بالنبي، وإذا تمسكنا بالنبي تمسكنا بالله عز وجل. ذكر علي عبادة، يعني تصور لو قلت علي كأنني قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله.